وهذا الكارتي هذا تفرقع. فجيكو لي ماغازان كلهم اونفو تبارك الله خولا باع في الماغازان ما شاء الله الحمد لله. وانا ما جبتش لكم شي حد اللي يقدر يطول معاكم في لي فوند. جبت لك اللي غادي تعطيك لا بروبوزيسيون. بغيتي الجاهز واش جي فلوسك واش السباق ديالك قادر على لا بون على الكريدي ها هو. ما كنتي جاهز دابا بغيتي اللي نعطوكم دابا ربع شهور حتى هو نعطيو لك كاين عندي حتى الحين بعد عامين. علاش اختاريت لكم بالضبط انني جيت الشونتي باش تشوفوا غير الشونتي كيفاش داير وليك اختي كيفاش دايرين. غنجيبو غندخلي لكم في الفيديو تشوفوا الكارتي كيفاش داير. سيرتو فهاد البلاصه سميتها ميدان ميدان معروف بزاف معروف بلاصه مهمه. دابا انا شريت هذا المحل مثلا ب 500 مليون بشحال قرا لك نتوما عارفين شنو شهر في البلاصه بشحال تقريبا غادي نحسبوا ما بين 15 و 1700 غوتو ولا انفستيسمون بشحال يعني على حساب بغيتي جوج ديال المليون في الامارات ب 500000 اورو غادي تكري غترجع لك ما بين 15 و 17 شريتي بكلفه ديال المليون غترجع لك ما بين 15 و 17 شوفوا الانفستيسمون في العقار ساسوا في دبي ولا في البلاد الثانيه ما فيش لو ريسك اش كيقول والدينا حط فلوسك في حيوك حط الفلوس في حيوك راه هذا هو الربح الكامل هذا هو الحوايج اللي تقدر ما نقولوش سي سيكوريتي دو في طبعا الضامن والله مي سي سيكوريتي دو في بون بليكم لي زونفون اللي قدها لوليداتنا الحياه اون جينيرال المهم كاين شي واحد ثلاثه ولا اربعه كاع خمسه ديال الدنيا عاشت ولا ما عاشت اون لوكاسيون صافي حياته نوبلي با لي ستوديو اللي عندها ال فالي فالو بروبوزي دي ستوديو دابا ديال اير بي ان بي هادي اتمنى رائعه توا شفت اي واحد كيبغي يجي لدبي كيهز ليه من وطن غالي هنا صالون شادير كاينين دي زابارتمون اللي كيتباعوا الناس اللي كيبغيو انفيستي فيهم فلوس وكيحطوهم في اير بي ان بي بوكينغ اذا كنت موجه فبوكو با تجي ولا انت اللي غادي تبغي تجي لهنايا تشري لابارتمون ديالك منها تستافد منها ومنها ما كبيرة تكبر هي حنا كنديرو كلشي لي ستوديو اللي قلت لكم عليهم لي زوين فخاولة سي كو انا غنوريكم الخدمة ديالها في لي ستوري قبل ما كتسلم هي كتبقى تابعة الكليان شنو غنضرب هذا شو شريتي ب 200 مليون شريتي ب 500 شريتي بمليار شريتي ب 20 مليار بالنسبة لها هي كتخدم بيديها ليكيب ديالها هو يديها وجهها تليفونها ساكا طوبيلتها كتدمر في هنايا هذا اللي بغيت نوصل لهم صافي حتى عرفت ليا من ا جوسكا زيد فوالا حتى يمكن الدار اللي عجباتو يسلمها نفرشوها نكريوها حتى يكون فرحان. كاين شي كليان كياخذو كنكريو الديور داك الوقت ودار انفستيسمون كيقول لك شري لي بها في بلاصه واحده اخرى حنا كنختارو هو ما كيعرفش اصلا شنو شرا باسكو صافي يخدم معانا عاود 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 كيجيب لي كي تكفي بفلوس شيك يعني تاني شوية تالت تطبيق كتشوف وسولت انا خولة على قلت لها واش الناس كيشرو بهاد اللبس ولا سمعتش ادمينة خيالية قلت لها واش خولة واش الناس كيشرو بهاد اللبس وكاين الناس كيشريو كيديرو لانفيستيسمون كيخدمو كيربحو من هاد البلاد اقل اقل واحد الستين سبعين مليون في الشهر ديال الليلة ديال الكراوات انت ناعس مع قبل ما دير والو ف خاولة سفينة ميرسي بوكو الليلة مرحبا لا خاصك لا ممكن يدي ستة راه كيجيو الناس هنايا مع دي زون خاجونس مع دي زون خاجونس مع بنات خرين مثلا في مية اونو كاينين الناس اللي كيخدمو في هذا المجال هذا بزاف هما كيربحو في بالك الفلوس والكليان كيكون واللي كنطول هي عندها 3 سنين دابا تبارك الله هنايا والدوخ ديالها زوين الناس قاعدة على كل خير واللي كنطول وكتربح بزوين اليوم العالمي النساء العقار شوفوا انا مع من انا مع غزلان انا مع غزلان فان دو جورني كملنا الميتينغ ديالنا قدينا لي بوان ديال الخدمه شوفي فاش
شوفوا احنا فين كنقدروا لي بوان ديال الخدمه احسن بقال على الحمد لله هما دوم نعمه يا ربي الو غزلان يا غزلان اليوم غتحط لينا واحد الريلز ها غزلان ان شاء الله ها هاد تفرقع به الدنيا ريلز زوين على العاقه ان شاء الله نحطو اليوم مع تسعود مع تسعود مع تسعود المغرب يلا جري ليا باش خصنا نزيدو فيه واحد النقطه مهمه باقي ناقصانا وصافي قريب ندخل المغرب ها سخيناش بيك ميرسي بوغ تو الله يكبر بيك شكرا للزين لي غلامور هاد الصالح المسيره ديالي اليوم تقريبا ملي فقت وانا كنجري جي توجور با فيني الخدمه شحال دابا هادي ورا دايره المكانه غيريه كاع ما خدامه انا غادي 8 الا ربع عندنا ايوا اختي هذا اللي هذا اللي هذا اللي هذا اللي الحمد لله وانا باسي اون جورني غزال اليوم تعرفت على ناس غزالين صورت لكم فيديوهات زوينين غنبارطاجي معكم حوايج زوينين دي زوندرو زوينين دي تروك زوينين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت هذا ما نقول الحمد لله الحمد لله غات الفنان سالا شوفوا ليا بزاف انا غادي للريستوران من اجمل بلايص اللي قلت فيهم مع الحب مرحبا بيا مرحبا بالناس اللي كيبغوا على هذه